او المساله التي اصلناها تاصيلا في التعامل مع الغاصب. فان غصب منه زيتا وخلطه بغير جنسه مما لا يمكن تمييزه منه. يبقى هنا الان زيت جعله مع دقيق، او زيت جعله مع ماء، او زيت جعله مع شيء اخر ليس من جنسه، خلطه بغير جنسه مما لا يمكن تمييزه منه، بأن خلطه مثلا ببعض نباتات الشجر جعلها زيتا او جعلها كالزيت وخلط الزيت معه. فهنا اذا تراضيا، والمسألة اذا تراضيا هنا الصلح خير في كل شيء. قال فاذا تراضيا على ان يأخذ المغصوب منه مثل مكيله زيته منه جاز، لان الحق لهما، وان امتنع احدهما لم يجبر، لان الغاصب لا يجبر على دفع غير ما وجب عليه. يبقى اذا تراضيا ان يأخذ المغصوب منه مثل مكيله زيته منه جاز. لما الان عندنا عين المغصوب منه وعين الغاصب ايضا، عين الغاصب ايضا، فالحق لهما، فان امتنع احدهما لم يجبر، لان الغاصب لا يجبر على دفع ما وجب عليه، على دفع غير ما وجب عليه، والمغصوب منه لا يجبر على اخذ ما غير ما وجب له. فعلى هذا يجبر الغاصب على دفع زيت مثل الذي غصبه. لما اختلط بغيره، وهنا العين غير منفصله ولا استعرضها، فلما كانت غير منفصله ولا استعرضها قلنا له رد المثل، كما بينا انه لو كان من الامثال له مثل رد المثل، والا فرد القيمه، رد المثل والا فرد القيمه، لان هذا صار كالمستهلك. ومن اصحابنا من قال يباعان ها هنا ويقسم الثمن بينهما على قدر قيمتهما كما قال في المسألتين قبلهما. فعلى ذلك ان يباع، وايضا تكون القيمه. ان خلط الزيت بالماء، هنا خلط الزيت بالماء قد يكون هناك ما يمكن فصله، وان خلط الزيت بالماء فان امكن تخليصه منه من غير ان يفسده في الحال ولا في الثاني كلف الغاصب تخليصه، وعليه مؤنة التخليص، لأنه يمكنه الرجوع إلى عين ماله. يبقى إذن يؤمر، حاضر، يؤمر بتخليصه بمعاملته كيميائيا. هنا الآن بقى مالك هو الذي يدخل في الأمر، ربع ساعة معنا، حاضر. يبقى هنا بمعاملة كيميائية يخلص الزيت من الماء، وينظر في الزيت، النقص دفع العين ودفع عرش النقص، تمام كده حبيبي، احسن الله عليك، الله يرضى عنك، ويدفع عرش النقص. ولكن هنا صورة أخرى لابد أن، عشان الوقت طبعا ضاق علينا، صورة أخرى مهمة في هذا الباب، هو أن نقول هو الآن الزيت، تخيل أنت المسألة، الوضع الزيت مع الماء يمكن تخليصه أو لا، كيميائيا يمكن تخليصه، ما أدري مالك هيوافق على ذلك أم نعم 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 تزاع يا محمد زيتون، فهل يمكن تخليصه او لا يمكن تخليصه؟ فطبعا هو والله اعلم يمكن تخليصه، فاذا كان يمكن تخليصه قلنا يخلصه وننظر فيه، ان كان نقصا الزمناه برد العين وارش النقص، لكن النقص له صورتان ايضا، نقص مستقر ونقص غير مستقر. يعني ايش النقص المستقر؟ يعني هو نقص وخلاص ما فيش نقصان تاني، هذا النقص المستقر. فيبقى اذا علمنا ان العين فيها نقص فترد العين ويرد النقص، انا بديك الاجمالي لازم تفهمه. ونقص غير مستقر، يعني ايه نقص غير مستقر؟ يعني بيتزايد، يعني النقص لا يتوقف. فالعله في النقص الذي غير مستقر هنا، فشوف قالوا ان كان النقصان غير مستقر فمنصوص ان الغاصب يلزمه ان يدفع مثله من جنسه، لما؟ لانتهى يضيع عليه عينه، لان هذا صار كالمستهلك. وقال ربيع في قول اخر انه يلزمه تخليصه ويرد ارش ما نقص في الحال. واختلف فيه اصحابنا فيه، فمنهم من قال في المساله قولان، احدهما يلزم المغصوب منه ان ياخذه وارش ما نقص، لان عين ماله موجوده متميزه فلا يملك الرجوع ببدلها. والثاني لا يلزمه لان نقصانه غير مستقر بل يتزايد فصار كالمستهلك. ومن من قال هي على قول واحد، وأن يأخذ مثله من غيره كما بينا قبل ذلك بالتأصيل على ما قال تخريجا الربيع صاحب الإمام الشافعي. كده وقت الحلقة قد أتى، سامحوني، لكننا أصلنا أصلا مهما جدا في مسألة الغصب، وكما قلنا بالذات لابد أن تتصور مسألة
النقصان هو مستقر أو غير مستقر؟ يعني هذا يخالف الأحكام. لو كان النقص مستقرا خلاص عليكم رحمكم الله رحمكم الله، فيرد ترد العين وأيضا الأرش. فإن لم يكن مستقرا، هذا هو الصعوبة في أن لم يكن مستقرا ما يكون في هذا الباب، أنه وجب عليه أن يرد المثل لأنه كالمستهلك. الآن الوقت أزف علي، وعندنا قناة عندنا الحلقة اليوم على قناة الرحمة فتاوى، فالوقت أزف، سامحوني بعد إن شاء الله بعد الحلقة نبدأ بالتفسير على طول. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط